محافظة الأقصر بتنفذ خطة مهمة للتطوير والتجميل والتجهيز للموسم السياحي الشتوي وتزيين شوارعها بالجداريات، كمان بيتم العمل على تأهيل الفنادق لاستقبال أكبر عدد ممكن من السياح. كمان في يعني نقدر نقول كده مجلة التايم زي ما قلنا في بداية حلقة النهاردة كتبت يعني في تقرير ليها إن الأقصر أفضل وجهة سياحية في 2025، واتكلمت عن المقومات اللي بتتمتع بيها الأقصر، المقومات الأثرية والثقافية بالإضافة طبعا إلى الجو المعتدل، وإحنا مع بداية موسم شتوي جديد للسياحة. بالتزامن مع دخول الموسم السياحي الشتوي للعام الحالي وتدشين أعمال التطوير والتجميل في نطاق محافظة الأقصر لتحسين الصورة البصرية، سلطت صحيفة التايمز العالمية إحدى أقدم الصحف البريطانية الضوء على محافظة الأقصر واختيارها ضمن قائمة أفضل الوجهات السياحية في العالم لعام 2025. صحيفة التايمز البريطانية نشرت تقريراً بعنوان أفضل 17 مكاناً للزيارة في فبراير 2025، حلت فيه الأقصر في المرتبة الثامنة بعد المدينة الأمريكية نيو أورلينز التي حلت في المرتبة الأولى، وعدد التقرير مميزات الأقصر ومقوماتها كوجهة سياحية تناسب كل الفئات ومدى دفء الأقصر في فترة الشتاء، حيث الشمس الدافئة والوقت المثالي للجولات والزيارات والاستمتاع بزيارة المناطق الأثرية. وتشهد المعالم الأثرية والسياحية في محافظة الأقصر حالة من الزيادة في الإقبال السياحي للأفواج القادمة من حول العالم داخل معابد المحافظة، مع تحسن حالة الطقس وانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، حيث تتوافد الأفواج السياحية من العواصم الأوروبية والعالمية على مدار الساعة.